إذا كاين هناك عدد من الرافعات. الرافعة الأولى هي كنشتغلوا مع وزارة التربية الوطنية اللي كتقوم بواحد المجهود جبار، هي والنيابة العامة وجميع الأجهزة، يعني سواء ديال الأمن الوطني ولا الدرك الملكي، بحيث أن هناك واحد الإشعار من اللي الطفل أو التلميذ أو التلميذة كينقطع الدراسة، هناك إشعار أوتوماتيك تقول هذا الطفل انقطع. إذا كتحرك التربية الوطنية وكتحرك النيابة العامة وتيخبروا الناس جميع بأن هناك انقطاع. إذا تتمشي الدارك أو تتمشي الشرطة لعند الأسرة باش يردوا طفل أو تلميذة أو تلميذ، وهذا راه عشرات الآلاف ديال سنويا اللي كيردوهم للمدارس. لكن هذه رافعة أولى. بعدا حنا اشتغلنا كنشتغلوا على الاسر، كيفاش نواكبوا الاسر باش ما يكونش هذا الانقطاع. وكنشكر المجتمع المدني لان غادي طلقنا واحد البرنامج دابا مع يعني واحد الشراكه مع شبكه المدارس الفرصه الثانيه باش نواكبوا الاسر، باش اولا تكون لا بريفونسيون، تكون الوقايه قبل ما نوصلوا للانقطاع على الدراسه. اذا هذه رافعه اولى. الحاجه الثانيه هي كنشتغلوا مع التلميذات والتلاميذ في دور الطالبه. راه عندنا تقريبا واحد 70,000 ما بين الفتيات والفتيان اللي هما في دور الطالبه ودور الطالب، وهذا برنامج مع المكتب، مع مؤسسه المكتب الشريف للفوسفات، باش كنواكبوا هاد الوليدات باش يكون عندهم تقويه القدرات ديالهم، يثقوا في نفوسهم، ونحاولوا عبرهم نوصلوا للاسر ديالهم باش نخليهم يكملوا الدراسه ديالهم. لان دابا عندنا ما عندناش مشكل في الابتدائي، لان تقريبا 100% ديال الفتيات متمدرسين. المشكل كيوقع ملي كدوز للاعدادي او للثانوي. طبعا دور الطالبه ودور الطالب اللي كتسيرها وزاره التضامن الاجتماعي والاسره عبر التعاون الوطني كتساهم بواحد المجهود جبار، والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه ايضا. لكن يعني باش هاد الوليدات وهاد البنيات ما يخرجوش من هاد من التمدرس، كنواكبوا لي زونفون يعني الاطفال هما بنفسهم والتلاميذ باش تكون عندهم قدرات ذاتيه ويثقوا في نفوسهم، وكنواكبوا الاسر ديالهم. الرافعه الثالثه هي الاسره، اساسيه، لان يعني اشتغلنا على المدرسه، اشتغلنا على المحيط المدرسه اللي هو دور الطالبه ودور الطالب، بس نشتغلوا على الاسره. لهذا خرجنا برنامج جسر الاسره في اطار واحد المشروع ديال السياسه الاسريه. هاد جسر الاسره طلقنا في سنه 2023 120 مركز اللي فيه مواكبه الاسره، تحسيس ديالها على اولا تربيه الاطفال باش تكون تربيه يعني تنشئه اجتماعيه سليمه في اطار التربيه الوالديه، ايضا محاوله يعني تعزيز التماسك الاسري باش نقصوا من الطلاق ونقصوا من المشاكل الاسريه عبر الوساطه الاسريه، عبر الارشاد الاسري. فهذا برنامج اللي عندنا واحد 120 مركز دابا، وغادي نعموه اكثر ونوسعوه اكثر باش نواكبوا الاسر، لان الحل داخل الاسر. هذا الطفل راهو باقي والديه اللي مكلفين به، يعني داخل الاسره خصنا نواكبوا الاسره اولا باش تعمل هذه التربيه الوالديه والتنشئه الاجتماعيه، ولكن ايضا مواكبه الاسره من اجل تحسين ظروفها الاجتماعيه والاقتصاديه. وغادي رحنا علمنا على برنامج الاسره المقاوله، وهناك عدد من الشراكات مع المجتمع المدني باش نفعلوا هذه الاسره المقاوله باش نساعدوا الاسره يكون عندها واحد المدخول، سواء عبر التمكين الاقتصادي وتكلمت عليه، البرامج اللي تكلمت عليها ديال جسر التمكين والرياده، سواء عبر برنامج جسر الاسره المقاوله باش الاسره كلها تكون عندها واحد المشروع كتشتغل فيه. ربما الام يعني الاب عنده الاغنام وكياخذوا الصوف، الام كتشتغل الصوف. واحد البرنامج مهم جدا في خنيفره مع السيد العامل في خنيفره ومع عدد من الشركاء ومع لا سي دي جي ايضا، صندوق الاذاعه والتدبير، باش يكون تتمين الصوف، باش هذيك الصوف نخرجوا منها الزرابي، نخرجوا منها عدد من دي برودوي، يعني واحد المنتوجات مختلفة اللي غادي تمكن هذوك النساء وهذيك الأسر باش يكون عندها واحد المدخول، باش ما تعولش على ديك البنية غتمشي تزوجها باش تنقص عليها واحد الفتاة اللي كتوكلها وكتشربها، أو لا ربما الزوج ديالها غادي يصرف عليهم أو لا. هذا هو اللي كيوقع. فهذا الاشتغال على الأسرة هو أساسي، كنبغي ننوه بالمجهود اللي كتقوم بين النيابة العامة، لأن النيابة العامة هي اللي كتعطي، كتعرفوا كما قلتوا يعني القانون في المغرب الزواج هو سن 18 عام، لكن ممكن تاخذ ترخيص للزواج قبل من 18 عام.
فالنيابه العامه والسيد رئيس النيابه العامه اصدر دوريات عده للساده وكلاء الملك في جميع جهات المملكه باش يكون ضروري يعني الاستعانه بالطبيب وبالبحث الاجتماعي. فهذا ادى الى ان معدل سن الزواج بالرخصه هو 17 سنه. هو 17 سنه. المشكل فين كاين؟ كاين في الزواج بالفتحه. هنا فين كاين المشكل. فلهذا حنا كنشتغلوا على الاسر كما قلت لكم باش يكون هناك واحد التحسيس ديال الاسره باهميه ان هذه البنيه راه تقدر تعتقها ملي تمشي اي خليها تمشي للمدرسه وهي غادي تقرا وغادي تعاونك وغتحسن الظروف ديالك. حنا تنقولوا له غير خليها كما تيقول واحد الشعار اللي كتستعملوا ايضا منظمه المراه العربيه let's her go to school، خليها تمشي تقرا وغادي تشوف باللي راها ممكن هي تعاونك وممكن حتى هي تنقذ الاسره ديالك كلها. فاذا هادو رافعات اساسيه اللي اشتغلنا عليها باش يكون هناك محاربه ديال التزويج القاصر. وكان طبعا كنشتغلوا كما قلت لك مع الاسر ومع عدد من لان وغنختم بهذه المساله هو اننا ما كنتكلموش على 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 زواج، كنتكلموش حنا على الزواج، كنتكلموا على الاسره. هاد الطفله راه غادا تنشا واحد الاسره، واش طفله عندها 13 عام قادره تولد وليدات وتدبر الاسره وتقابل الزوج وربما حتى هي تكلف براسها وتقرا ولا لا يمكن. فاحنا ما كنتكلموش على الزواج، حنا كنتكلموا على اسره. المهم عندنا حنا كمجتمع وكدوله هو اننا تكون اسر قادره عندها قدره اجتماعيه عندها قدره اقتصاديه. هاد الزوجه وهاد الزوج راه هما اللي غيدبروا هاد الاسره. فما يمكنش يعني نعولوا على طفله هي بنفسها باقي ما اكتملش لا النمو ديالها لا التكوين ديالها. انا ما كنهضروش على لا تزوج ما تزوج، انا كنقول اسره هي غير قادره على تدبير اسره. فاذا نحن نحكم مسبقا على الاسره بانها ستكون اسره فاشله، لان من بدأ أو كون هذه الأسرة أو يفوندي سيت فامي أو خلق هذه الأسرة هي بنفسها غير قادرة لأنها باقا صغيرة باقا ما تكونتش. فحنا خصنا نكونوا الشاب ونكونوا الشابة باش تكون عندهم المؤهلات. وهذا علاش خرجنا في برنامج جسر الأسرة البرامج وكنشتغلوا مع عدد من الجمعيات ومع العدولات أيضا على التكوين حول الزواج. قبل ما نوصل للزواج، الزواج راه مؤسسة، الأسرة مؤسسة، مؤسسة كأي مؤسسة كم نامبورت كيل اورغانيزاسيون كاي مؤسسه خصها اليات التدبير وخص الناس يكونوا مكونين وعارفين واليات الحوار. تشوف ملي كتشتغل مع الزملاء ديالك فالاسره هي واحد المؤسسه ساكري مقدسه لانها يعني عندها الرابط ديال الزواج واللي عندها واحد المكانه مهمه في المجتمع المغربي لان الكنز ديالنا في المجتمع المغربي هي الاسره المغربيه. فخصنا نحافظوا على الاسره المغربيه وما نتجوش اسر اللي هي أسر هشة وأسر غادي تؤدي لظواهر اجتماعية سلبية.